بسم الله الرحمن الرحيم. كنا خلصنا المحاضرة اللي فاتت أمس. نبدأ نتكلم إن شاء الله النهاردة على الـ selection of DC types. علشان أعمل selection مظبوط للدرايف والموتور، يعني ده محتاج experience علشان أختار الأنسب بالنسبة لي في الابليكيشن اللي عندي. ملي الفاكتورز اللي بيهموني وانا بعمل سيليكشن للموتور درايف، اول حاجة السيفتي، ماذا في عندي سيفتي مارجن محطوط انا وبسلكت الموتور والدرايف بتوعي علشان اضمن ان ما يحصلش اي مشكلة في السيستم خلال الابليكيشن بتاعته. بعد السيفتي يجي في المرتبة الثانية الكوست، ان انا امينيمايز الكوست بتاع الموتور والدرايف عن طريق ان انا اختار الاوبتيمم سايز للموتور والدرايف للابليكيشن اللي عندي. فبالتالي عشان اقدر اعمل الاوبتيمم سيليكشن لازم ابقى عندي دراسة كافية وواضحة عن الريكويرمنتس المطلوب مني في الابليكيشن بتاعي. في مجموعة من الفاكتورز واحنا بنسميها التشيك ليست لازم ابقى محددها قبل ما اختار او اخش في عملية السيليكشن اللي عندي، زي ان انا اول حاجة اعرف طبيعة اللود بتاعي، طبيعة الابليكيشن بتاعي. اللود بتاعي ده كونستنت باور، كونستنت تورك، لا سنترفيوجال لود، الحاجات دي كلها لازم اعرفها علشان اختار الموتور صح. بعد كده الباور ريكويرمنتس طبعا بتاعتي، الموتور ده انا عايز موتور كام كيلو وات او كام هورس باور، وفي نفس الوقت ايه هو الماكسيمم تورك اللي انا محتاجه في السيستم بتاعي على كل السبيد رينج اللي عندي عشان اختار الموتور اللي يغطي الماكسيمم تورك اللي انا محتاجه. الستارتنج تورك يعني محتاج ان انا بعرفه، وده زي ما هنشوف بعد كده ممكن ان انا اكون مختار الموتور صح يغطي الفول لود او الفول سبيد رينج اللي عندي والتورك بتاع الموتور الكومبلاي اللود تورك، لكن الاقي ان الاستاتيك تورك بتاع الموتور مش كافي ان هو يقوم لي اللود بتاعي، فبالتالي يبقى انا ما اخترتش الموتور صح. طبعا السبيد رينج اللي انا محتاج اشتغل عليه علشان اقدر احدد ايه هي الريجونز اللي انا هشتغل عليها في السرعات، سواء كنت شغال في كونستانت باور ريجون او كونستانت تورك ريجون وهكذا. الاكسلريشن تايم اللي انا محتاجه في الابلكيشن بتاعي، يعني هل انا محتاج موتور الابلكيشن بتاعي محتاج موتور يكون له اكسلريشن تايم قليل، يعني بوصل للريكويرمنت سبيد بتاعتي في تايم عامل ازاي، سواء كان بقى اكسلريشن او ديسلريشن. طبعا السبلاي فولتج المتاح عشان اختار الموتور يتناسب مع السبلاي فولتج اللي عندي. بقى الفنتيليشن والكولينج والاي بي بتاع الموتور والكلام ده كله، كل دي حاجات. طبعا الدايركشن انا هشتغل يونيبولر ولا باي دايركشن، يعني يوني دايركشن اتجاه واحد بس ولا باي دايركشن، هيبقى عندي فورورد موتور وريفرس موتور ولا لا، الديوتي سايكل بتاعه السيستم بتاعي، الباور فاكتور، كل دي حاجات او كل دي فاكتورز لازم ابص عليها انا بعمل سيليكشن للموتور والدرايف بتاعي. طبعا هم حاجات دي كتيره قوي، بس يعني لو حابين نلخصهم ايه هي الموست امبورتنت فاكتورز اللي انا محتاج ابص عليهم حتى السيليكشن، هي الباور ريتنج، السبيد رينج بتاعي والماكسيمم سبيد اللي انا بشتغل عليه، اللود ريكويرمنتس ده بيشمل جواه ماكسيمم تورك بتاع اللود والستارتنج تورك، الديتا سايكل اللي انا هشتغل عليها، هل انا محتاج ريجينيتيف تريكنج ولا لا، الانكلوزر والكولينج سيستم الاي بي والاي سي اللي عندي، وبعض الاحيان بيبقى عندي السبلاي انتر اكشن والهارمونكس بيبقى فاكتور لازم ابص عليه انا وبعمل سيلكشن للموتور اللي عندي.
علشان اقول انا عملت سيلكشن صح للسيستم بتاعي، عندي 3 حاجات لازم اكون متاكد منها. انا مختار اوبتيم سيلكشن للموتور، اوبتيم سيلكشن للدرايف، وان انا مختار كوركت بارامتر سيتنج بتاعت الدرايف بتاعتي. يعني انا ممكن اختار موتور صح، اختار الدرايف صح، لكن السيتنج بتاعت الكنترول بارامترز بتاعت الدرايف انا مش مظبطها، فبالتالي ما حصلتش برضه على البرفورمانس اللي انا عايزه. فلازم اختار الموتور صح، موتور صح يعني السايز بتاعه، تورك وسبيد بتوع الموتور، اختار الدرايف صح، الفولتج والكرنت والفريكوينسي اللي بشتغل عليهم علشان احقق الموتور ريكويرمنتس، وفي نفس الوقت ان انا اعمل سيتنج للكنترول بارامترز بتاع الدرايفز بصوره صحيحه عشان احصل على البرفورمانس اللي انا عايزه. لو هنبدا بالموتور سيلكشن، فهي الفاكتورز اللي لازم احطها في الاعتبار في الموتور سيلكشن. فاول حاجه بالنسبه لي هي الباور ريتنج بتاعت الموتور. لازم احدد اللود بتاعي، بعد كده احسب الباور بتاعت اللود، ومن هنا احسب الريكوايرد باور اوف موتور علشان احدد انسب نوع انواع المواتير اللي انا هشتغل بيها للابليكيشن او اللود اللي عندي. بعد ما احدد الموتور ريتنج، محتاج احدد النمبر اوف بولز بتاعت الموتور، ودي اللي هي بشكل تاني هو السبيد رينج اللي انا بشتغل عليه. لازم اعرف السبيد رينج بتاعي عامل ازاي من كام لكام علشان اقدر اختار النمبر اوف بولز بتاعت الموتور المناسبه لللود اللي عندي، علشان اقدر احدد هل انا هشتغل كل السبيد رينج بتاعي في ريجون 1 اللي هي الكونستنت تورك ريجون، ولا في جزء من السبيد رينج بتاعي هيكون في ريجون 1 وجزء تاني يكون في ريجون 2. ده على حسب نوع اللود اللي عندي زي ما نشوف بعد كده. الفاكتور التالت اللي هو الفريم سايز او اللود تورك. لازم ابقى عارف قيمة اللود تورك اللي على الموتور شافت علشان اقدر احدد الموتور بتاعي ده هيقدر يغطي لي الريكوارد تورك اوف لود على التوتال سبيد رينج اللي عندي ولا لا. مهم جدا بالنسبه لي ان انا ابقى عارف الفريم سايز او التورك بتاع الموتور اللي عندي بيساوي كام. الحاجه المهمه جدا اللي انا بحتاجها او بشتغل بيها لما اجي اعمل الموتور سيلكشن اللي هو اللودابيليتي كيرف لاي كونفرتر فيد موتور. لو عندك موتور بيشتغل عن طريق AC درايف، ففي حاجة اسمها اللودابيلتي كيرف بتاعت السيستم ده، دي اللي أنا بشتغل عليها بسلكت الموتور طبقا للكيرف اللي عندي ده. الهدف الرئيسي من الكيرف ده إن أنا في الآخر أو من السلكشن بتاعي إن أنا ميحصلش أوفرلود على الموتور بتاعي على السبيد رينج اللي عندي كله. طبعا أنا بتكلم على دايركت أونلاين موتور، ده الموتور اللي بيشتغل من سبلاي بكونستنت فولتج كونستنت فريكوينسي، ده اللي بيشتغل فيكسد سبيد، فبيهمني ان الموتور تورك يبقى اعلى من اللود تورك عند ريت سبيد. ده الطبيعي بتاع الموتير اللي شغالها عند كونستنت او عند فيكسد سبيد. لكن لو بتكلم على فاريبل سبيد رينج، فبالتالي لازم اضمن ان اللود تورك يبقى اقل من الموتور تورك في كل السبيد رينج اللي عندي. علشان اقدر اعمل الكلام ده او اشوف الكلام ده لازم اغطي الكيرف اللي قدامي ده. طبيعي زي ما احنا عارفين ان انا عندي في ريجن او ريجن 1 اللي هي الكونستنت تورك ريجن اللي هي المنطقه من 0 لغايه اولموست 1 بير يونت من السبيد، بيبقى عندي الماكسيمم تورك بتاع الموتور كونستانت اللي هو الكيرب ده. بعد كده في ريجن 2 بشتغل الفيلد ويكنينج او الكونستانت باور، ف
الماكسيموم تورك بتاع الموتور بي ال مع الفريكونسي. طيب فده كده لو انا بشتغل على او ده هو الانفلوب بتاعي او الليميتس اللي عندي في حاله الفاريبل سبيد سيستم. بس هي المشكله ان اكشوال لود انا بشتغل عليه هو الكيرف ده. طب الكيرف اللي عندي جاي كده بيزيد كيثبت عند الماكسيمم تورك ده يدي كي في ريجن 2. السبب اللي بيخلي ان انا عندي اللودابيلتي كيرف بتاعي ميبقاش كونستانت كده، لا ده هو بياخد الشكل ده، هو التمبريتشر رايز اللي بيحصل في الموتور. معروف دايما ان الكولينج سيستم بتاع الموتير اللي هي ميلتي ومروحة راكبة على الشافت ده مرتبط بسرعة دوران الموتور بتاعه، و الماكسيمم تمبريتشر رايز المسموح به في الموتور طبقا للكلاس بتاع الانسيوليشن المصنع منه او مستخدم في الموتور بتاعي بيعتمد بشكل كبير على الحرارة المتولدة نتيجة اللوسز في الماشين، وفي نفس الوقت على كفاءة الكولينج سيستم بتاعي. كفاءة الكولينج سيستم معناها هي سرعة دوران الفانة في الاخر، يعني الفان دي السبيد بتاعتها مفترض انها تكون ثابتة علشان الافشنسي بتاعت الكولينج سيستم ما تتأثرش، وبالتالي التمبريتشر رايز عندك ما يزيدش عن البرميسابل ليميت بتاعي. لكن المشكلة لما اجي اشتغل على اللو سبيد ريجون اللي هي المنطقة اللي هنا اللي اقل من ريتد سبيد، غصب عني سرعة الفان هتقل، فبالتالي التبريد اللي عندي هيقل، فبالتالي temperature عندي هتزيد عن البرميسابل ليميت اللي انا سامح بيها، لان انا مفترض لو بشتغل على كونستنت تورك فالكرنت عندك هيبقى ثابت، كرنت ثابت يعني اللوسز ثابته، فبالتالي اللوسز ثابته والكولنج سيستم كفاءته قلت، فبالتالي متوقع ان temperature هتزيد عن الليميت المسموح بيها. وعشان كده لازم نعمل دي ريتنج في المنطقة الأولانية دي اللي فيها الموتور بيشتغل عند ايه، عند سبيدز قليلة، عشان أضمن في الآخر إن التمبريتشر متعديش الليميت بتاعتي. يبقى الأكشوال كيرف اللي أنا بسلكت عليه الموتور والمفروض أضمن إن اللود بتاعي يبقى واقع فين، في المنطقة دي اللي هو الكيرف ده. بقى لازم أضمن إن كل السبيد رينج بتاعتي تبقى وذين الرينج ده. كل المواطئ كل الكونفرترز بيبقى فيها اوفرلود ريجون بيسمح لي ان انا اعمل اوفرلودنج فاسحب اوفر كارنت لمدة تايم صغير، وليكن مثلا زي ما في الكيرف عندي 60 سكند. يبقى انا عندي في 6 سكند دولت انا اقدر ادي تورك لغاية الليمت اللي فوق ده. ده في حالات اللي هي الترانزينت او الستارتنج اوبريشنز بس، يعني عشان اتغلب على منطقه فتره الستارتنج، او لو حصل اي ترانزينت اللود زاد لاي سبب ما فاقدر اغطيه لفتره صغيره اللي هي الاوفرلود ريجون اللي عندي. طبعا كل ما قيمه الاوفرلود ريجون دي تزيد سواء كان في الماجنيتيود او في التايم ده بيأثر بشكل كبير على الكوست بتاعت الكونفرتر او الدرايف اللي عندي. يبقى انا خلاص لما باجي اختار الموتور لازم لما بحدد الفريم سايز بتاعي بحدده ان يكون في الاخر الموتور او اللود تورك اقل من كيرف الموتور لودابيلتي كيرف اللي قدامي ده. تمام. طيب عشان احدد بقى اللود تورك بحددته ان انا لازم يبقى عندي شويه معلومات عن اللود اللي هي موجوده في النشره بتاعت اللود. انا عايز احصل اكسلريشن في تايم قد ايه، في الاكسلريشن ريكويرمنتس لازم تكون محدده معايا، واللود كيرف او اللود كاركترستيك لازم يكون معروف عشان اقدر احدد الايه الكيرف اللي انا هشتغل عليه.
عايزين بقى نعرف ازاي نحسب اللود اللي عندي عشان اقدر اختار الموتور بتاعي. فايه هي الحاجات اللي انا محتاجها من اللود؟ هي اللود تورك او اللود كيرف بتاعي عامل ازاي، ولازم يكون محسوب عند الموتور شافت. بمعنى ايه؟ بمعنى لو في اي جير بوكس او اي موشن كونفرجن سيستم، ترانسفير سيستم، جير بوكس، بولي، بيلت، الكلام ده كله، في اي حاجه من الحاجات ديت لازم احسب قيمه اللود تورك عند الموتور شافت بعد ما اطلع الكونفرجن سيستم اللي عندي. يبقى لازم ابقى عارف قيمه اللود تورك وشكله او طبيعته عامله ازاي مع السبيد. تاني حاجه السبيد رينج بتاعي. تالت حاجه الانيرشيا بتاعة الموتور والميكانيكال لود اللي هيركب على الموتور، وبرضو الكلام ده كله محسوب عند الموتور شافت. يبقى اللود تورك، سبيد رينج، مومنت اوف انيرشيا، كل الحاجات دي التلاتة ايتمز دولت لازم اكون عارفهم عند الموتور شافت. زي ما قلت قبل كده انا عندي انواع مختلفة من الاحمال زي ما قدامنا كده، فلازم أبقى عارف نوع الحمل بتاعي علشان أقدر أحدد الموتور اللي يناسبني. for example يعني لو أنا بتكلم على constant torque load اللي هو اللي قدامي ده، مهم جدا بالنسبة لي باخد بالي إن هنا ال starting torque بيساوي دايما rated torque، عشان كده دايما ال starting requirement عندي بيبقى factor مهم عندنا برضو في السلكشن بتاع الموتور. في حين centrifugal loads starting torque مش ايشو بالنسبة لي، بيبقى بقيمة صغيرة. لكن لو بتكلم على الويندر سيستم او على السلاج بامبس، لا ده الستارتنج تورك بيبقى عالي برضه شوية، ولكن بياخد الكيرف الشكل قدامي ده. عشان كده دايما الستارتنج تورك كان ايشو بالنسبة لي برضه، لازم اكون واخده في الاعتبار انا وبعمل سيلكشن للموتور. ماشي، فبالتالي لازم اقدر احسب لي التورك بتاعي، ومن التورك اقدر احسب الباور عن طريق السبيد رينج اللي عندي. الجدول اللي قدامي ده بيديني بس conversion formula ما بين التورك والمومنت اوف انيرشيا عند اللود شافت، وعلاقته بين قيمة التورك وقيمة الانرشي عند الموتور شافت. اللي احنا اتفقنا انا بحسب كل الكلام بتاعي عند الموتور شافت علشان بعد كده اختار الموتور طبقا للود اللي هيشوفه الموتور والانرشي اللي هيشوفها الموتور. ففي هنا شوية علاقات ما بين التورك والانرشي، لو بتكلم على الجير بوكس، بتكلم على الكونفير، بتكلم على الهاوست، كل ده في علاقات ما بين التورك وال الانيرشيا بالشكل اللي قدامي ده. فور اكزامبل انا بتكلم على كونفير زي ما هو كده قدامي، ومطلوب مني ان احسب قيمة التورك اللي على الموتور اللي هو تي ام ده، واحسب المومنت اوف انيرشيا عند الموتور، واحسب السرعة عشان اقدر اختار او احدد الباور واختار الموتور اللي عندي. فلاحظ في الاخر ان التورك بتاع الموتور عبارة عن تورمين، الترم بيمثل لي اللود تورك اهو، وده محسوب ناحية الموتور شافت عن طريق الويت الماشي على الكونفير والفريكشن فورس اللي بتعكس الموشن. وفي ترم بيمثل لي الاكسلريشن تورك، وده اللي ظهر في المومنت اوف انيرشيا. عشان كده المومنت اوف انيرشيا بالنسبة لي مهمة في اختيار قيمة الموتور تورك اللي أنا هعمل سيلكشن عليه. وده اكزامبل تاني في حالة الجير بوكس. يهمني دايما بس أبقى عارف العلاقة ما بين السبيد والتورك هي الجير ريشيو. بس خد بالك برضو ان في فاشنسي بتاعت الجير ريشو، فاشنسي الجير ريشو دي بتخش في مين؟ بتخش معايا في حسابات
حسابات التورك، يعني العلاقة بين التورك عند الموتور شافت اللي هو T1 و T2 هي الجير ريشيو، ودلوقتي كمان في الايه في الافيشنسي بتاعت الجير بوكس، في حين العلاقة ما بين السبيد والسبيد هي الجير ريشيو بس، يعني العلاقة بين اوميجا ال واوميجا ام هي ار واحد على ار اتنين، لكن العلاقة بين تي واحد وتي اتنين هي اوميجا ار على هي ار واحد على ار اتنين، ودلوقتي في الافيشنسي بتاعت الجير بوكس. جت منين؟ جت من هنا ان انا عندي ان اللي عند النقطة اللي الالتقاء ديت او الانترسكشن دي اللينير موشن هنا واحد، فبالتالي اللينير موشن بتاعت الاول جير اللي هي اوميجا ام في ار واحد، والموشن بتاعت التاني اوميجا ال في ار اتنين بيساووا بعض، فعشان كده طلعت العلاقة بين اوميجا على اوميجا هي ار على ار، لا جير ريشيو مفيش مشكلة. طب علاقة الترك جت منين؟ علاقة الترك جت من الباور ترانسفير. الباور ترانسفير من هنا لهنا هي بي واحد بتساوي بي اتنين في او بي اتنين بيساوي بي واحد مضروب في الافشنسي، فبالتالي ظهر مع الافشنسي في التورك. تمام. اللي قدامي ده بيديك انديكيشن عن تأثير الستارتنج تورك في السلكشن بتاع الموتور بتاعي. لو انا بتكلم على لود الاولاني دوت، فده لود التورك بتاعه بيزيد لينيري مع السبيد، فبالتالي لما اختار الموتور ده او اعمل ريدكشن في الفولتج ستيل في الحالتين الموتور بتاعي بيقدر يغطي اللود، والفرق بين الموتور تورك واللود تورك اللي محتاجه اللود بيمثل لي الاكسلريشن تورك اللي انا اقدر اكسلريت بيه السيستم بتاعي. فبالتالي بما ان الاكسلريشن تورك ان قيمته كبيره، فتلاقي ان الموتور بتاعك ده بيأكسلريت في تايم اقل بكتير من او في تايم صغير، في حين ان اللود التاني اللي قدامي دوت الاقي ان الستارتنج تورك بتاعي نتيجه ان هو عالي، فبالتالي الموتور اللي انا كنت مختاره هنا ده مش هيناسبني في اللود ده، فهضطر ان اختار موتور تاني. يعني اولموست مش فارق قوي في الباور ريتنج، في الاخر هما الاتنين نفس ريت التورك ونفس ريت السبيد، لكن الستارتنج تورك بتاع الموتور ده اعلى من الموتور التاني، وكمان اعلى من الريتد تورك بتاع الموتور. فبالتالي ده اكزامبل بس بيوضح لك ايه أهمية ان انا اركز او ابقى عارف قيمة الستارتنج تورك بتاعت الموتور دي عاملة كام، علشان ناخدها في اعتباري وانا بعمل سيلكشن للموتور. لو حبيت ابص على الموست كومن اللودز اللي عندي واشوف ايه مشاكلها مع اللودابيلتي كيرف بتاعت الموتورز، فانا عندي سنتريفيجال لودز والكونستنت تورك لودز، هما دولت اشهر اتنين بيهموني. لو هبص على السنتريفيجال لودز بالنسبه للستارتنج تورك، هو طبعا قلنا بيبقى قليل جدا لان التورك عندي بيتناسب مع الان سكويرز، فبالتالي انا ما عنديش مشكله في ال الستارتنج في حالة السنترفيوجال بامبس أو اللودز، لأن بيبقى ضامن دايما إن هي تبقى أقل من لودابيلتي كيرف بتاعة الموتور. السلوري بامبس دي مشكلتها بقى إن أنا زي ما قلنا قبل كده بيبقى ليها ستارتنج تورك بيبقى عالي، فممكن ممكن تسبب لي مشكلة، فهضطر زي ما قلنا من شوية إن أنا أعلي الموتور بتاعي أو أستغل الأوفرلود كابابيلتي بتاعت الكونفرتر. في الغالب مع السنترفيوجال لودز البامب او الفانس انا في الغالب ما بحتاجش اوفرلود كابابيلتي للكونفرتر في الاكسلريشن او حتى في الستارتنج، فعشان كده دايما في الغالب هتلاقي ان اي كونفرت اي فاريبل سبيد درايف مصمم للبامب او الفان ابلكيشنز بتلاقي لي اوفرلود كاباستي صغيره بكلام في 10-20% بالكتير، وده بيأثر طبعا في تمن الدرايف ده.
لان اشتغل في اللود سبيد قلنا مفيش مشكله خالص بالنسبه لنا، لان انا دايما اقل من داتا بيز كيرف. لكن هي المشكله لو اشتغل في السبيدز اللي اعلى من الريتد سبيد، دي ده مشكله، لان انا ساعتها التورك بتاعي بيزيد بسرعه قوي عشان نرسم مع الان سكويرد، فممكن اطلع بره الموتور كابابيلتي اللي عندي. فعشان كده دايما بيفضل ان السنترفوجال بامبس وفانز تكون كلها شغالة في ريجون 1، علشان مشكلة ان التورك يتناسب مع الان سكوير دي ممكن تخليني بسرعة، مع اي زيادة في السرعة فوق ريتد سبيد ممكن يكون اللود تورك اعلى من الموتور تورك. بينما لو انا بتكلم على الكونستانت تورك لودز، فالمشكلة بالنسبة لي ظاهرة في الستارتنج تورك معايا. ليه؟ لان انا في الكونستانت تورك لودز انا معروف ان اللود اولموست التورك بتاعه ثابت، فبيبقى ال ثيوريتيكال الستارتنج تورك بتاعي بيساوي الفول لود تورك. لكن براكتيكال الموتور بتاعي لازم يكون يديني ستارتنج تورك يغطي حاجتين، يغطي اللود تورك اللي انا محتاجه بلس الاكسيريشن تورك اللي انا محتاجه عشان يبدا الموتور يكسيريت عشان يوصل للسبيد اللي انا محتاجها. فبالتالي لازم لما باجي اختار درايف او اختار موتور شغل كونستانت تورك لود، بختار الموتور ده يكون ليه ستارتنج تورك اعلى من الفول لود تورك بتاع الموتور. طب تشغيل الموتور ده في اللو سبيد رينج، هل ده في مشكلة؟ في مشكلة لو انا اشتغل فترة طويلة، لان انا لو انا بس بغطي فترة الستارتنج بسرعة فممكن استغل الاوفرلود كاباسيتي بتاعة اللودابيلتي كيرف، حتى لو الستارتنج تورك بتاعي بتاع الموتور اقل من اللود تورك، بس لو انا استغليت الاوفرلود كاباسيتي اللي عندي بحيث ان انا اغطي الفترة الاولانية ديت، بس مينفعش اشتغل فترة طويلة في الاوفرلود او في اللو سبيد ريجنز ديت لما يكون اللود تورك اعلى من ايه، من النورمال موتور لودابيلتي كيرف، علشان محتاج اوفر لود ثيرمال اوفر لود على الموتور بتاعي. ساعتها لو انا مضطر اعمل كده واشتغل لللو سبيد، ساعتها لازم ارجع بقى احط الكولينج سيستم سيبريت علشان ارجع للكيرف الاصلي بتاع ال variable motors operation، ان يبقى عندي الماكسيمم تورك بتاع الموتور يبقى ثابت في كل الريجن الريجونال. لكن تشغيل الموتور في الرينج السبيد اعلى من الريلت سبيد هو مبقاش مشكلة بالنسبة لي قوي في الكونستانت تورك ريجون، لكن هي مشكلته ان انا كل ما ازود اكتر عن الاوفر عن الريتد سبيد ده بيزود لي في الموتور سليب، وممكن يسبب لي ستولينج للموتور او موتور يعني يقفش ويقف معايا بعد فترة، ان انا هوصل لي ان اللود تورك برضه ممكن يكون اكبر من الموتور تورك. كده انا قدرت او حددت اهمية ان انا ابقى عارف الموتور او اللود تورك بكام عشان اغطي في الاخر ان هو يكون اقل من اللودابيلتي كيرف بتاعت الموتور. السبيد رينج لازم اكون عارفه عشان زي ما قلت ابقى ضامن ان اللود تورك يكون اعلى من اقل من الموتور تورك في كل سبيد رينج اللي عندي. زي ما قلت قبل كده مشكلة ان انا لو اشتغل عند low speeds بيأثر على الكولينج سيستم، ولو اشتغل عند الهاي سبيد او اعلى من الريتد سبيد المشكلة الرئيسية بالنسبة لي ان عايز امنع ان يحصل ستولينج للموتور، الموتور يقف يعني ان يكون الموتور تورك يكون عدى اللي يكون اللود تورك عدى الماكسيمم تورك بتاع الموتور،
فلازم انا وبعمل بعمل ديزاين بتاعي وبعمل سيلكشن ابص على الفورمولا اللي قدامي دي. الفورمولا دي بتقول لي لازم ابقى ضامن ان الماكسيمم لود تورك ما يعديش الموتور ماكسيمم تورك عند اقصى فريكونسي او سبيد انا هشتغل عندها. يبقى لازم ابقى ضامن ان قيمة اللود بتاعي عند اقصى سرعة في السبيد رينج اللي هي تي لود ماكسيمم تبقى اقل من 60%، ده سيفتي فاكتور احنا حاطينه او محطوط مضروب في الريتد ماكسيمم تورك بتاع الموتور مضروب في الريتد فريكونسي اللي هي هنا 50، ممكن تبقى 60 على حسب انا شغال فريكونسي 50 ولا 60، 50 على الماكسيمم فريكونسي اللي انا هشتغل عليها. لو انا ضمنت ان الفورمولا دي او الريليشن دي متحققه بالنسبه لي فانا اقدر اشتغل في ريجون 2 مستريح. لكن لو لقيت ان انا مش هقدر احقق الكونديشن ده فغصب عني لازم اشتغل كل السبيد رينج بتاعي في ريجون 1 او غير موتور، اطلع موتور اعلى يحقق لي الكونديشن اللي قدامي ده. يبقى ده الكونديشن مهم جدا بالنسبه لي ده انا هبص عليه لما اجي اتكلم على السبيد رينج اللي انا شغال عليه. ده اكزامبل زي ما قلت قبل كده بيوضح لي الموست كومن لود اللي هو السنترفيوجال لود والكيرف الجاهبر كونستنت تورك. قلنا كان ده قبل كده بس بقوله بسرعة تاني، لأن هنا بالنسبة لللود ديت أنا دايما ضامن إن هي أقل من اللودابيلتي كيرف بتاع الموتور، فأنا مش خايف من الموتور ده اللود خالص في ريجون 1. المشكلة في حتة بتاعت ريجون 2 انتاج اللود بيزيد بسرعة قوي، فممكن بعد تايمز بعد سبيد قليلة أوي يعني نفسي إن التورك بتاع الموتور بقى أقل من التورك بتاع اللود اللي قدامي ده. تمام جميل. في حين الكونستنت لود تورك اللي هو اللي قدامي ده أنا عندي لود ثابت أهو زي ما قلت إن أنا محتاج في الأول بس يبقى فيه شوية ستارتنج تورك أعلى من النورمال عشان أغطي الأكسلريشن التورك اللي انا محتاجه، رغم ان اللود تورك اهو في المنطقه لغايه السرعه دي اكبر من الموتور لدابيليتي كيرف، لكن ممكن برضه اختار الموتور ده عن طريق ان استغل الاوفرلود كاباسيتي اللي عندي. انا ضامن ان في المنطقه دي كلها طالما مش عدي التايم بتاعي الموتور في حاله الاوفرلود اللي هو كان 60 ثانيه، فانا انا ضامن ان الستارتنج تايم بتاعي مش هيعدي 60 ثانية وهوصل في المنطقة دي قبل 60 ثانية، انا مفيش مشكلة بالنسبة لي لان انا هقدر اغطي الفرق بتاع اللود تورك عن طريق الاوفرلود كاباسيتي بتاعة الكونفرتر والموتور اللي عندي. فلو المنطقة دي بس حاصلة معايا في الستارتنج خلاص مفيش مشكلة هقدر اغطيها عن طريق الايه الاوفرلود كابابيلتي بتاعت الموتور. المشكلة لو انا بقى الرينج بتاعي بقى لا ده الرينج بتاعي من هنا لهنا، رينج السرعة بتاعتي من هنا لهنا، فساعتها المنطقة دي كده خلاص بالنسبة لي لا مقدرش اشتغل فيها على الكيرب ده. طب اعمل ايه؟ قلنا ساعتها محتاجين ان احنا نعمل فورسد كولينج عشان ارجع تاني اشتغل على الكيرب الاصلي اللي هو ده. احنا اتفقنا الكيرب ده احنا لجأنا له عشان نعمل دي ريتنج عشان ايه التمبريتشر رايز في الموتور نتيجة ان الكولينج سيستم كفاءته بتقل مع السرعة، لكن انا قدرت اثبت الكولينج سيستم بتاعي عند سرعة ثابتة بتاعت الريتد، فبالتالي هرجع اشتغل على الكيرف الاصلي اللي هو ده، وساعتها انا ضامن ان الموتور كيرف اعلى من اللود كيرف. فساعتها زي ما قلنا محتاجين نعمل فورسد كولينج في حالة الكونستنت لود تورك علشان اتغلب على ان قصة ان الموتور تورك بتاعي بيبقى اقل من اللود تورك. الحاجة الاخيرة اللي انا لازم ابص عليها عشان احدد قيمة التورك بتاع الموتور هي المومنت اوف انيرشيا، وزي ما قلنا اهمية المومنت اوف انيرشيا ظاهرة فين؟ انها داخلة في اكسلريشن تورك اللي محتاجه مع الستارتنج او مع اي سبيد تشينج بيحصل عندي.
اكسليشن تورك هو جي دي اوميجا باي تي من قانون نيوتن. الجي دي هي التوتال مومنت اوف انيرشيا اللي عندي، اللي هي بتشمل الموتور مومنت اوف انيرشيا زائد اللود مومنت اوف انيرشيا. المشكلة فين؟ المشكلة ان زي ما قلت الكلام ده كله برضو بيكون محسوب عند الموتور شافت، فلازم ابقى عارف قيمة الجي بتاعت اللود والجي بتاعت الموتور عند الموتور شافت. الجي بتاعت الموتور معروفة عند الايه؟ عند الموتور شافت، لكن الجي بتاعت اللود لازم اعملها ريفيرنج للموتور شافت. اذا عملت ريفيرنج او تحويل للتورك بتاع اللود ناحية الموتور شافت والسبيد رينج بتاعتي اللي كان جيفن عند اللود، عملت لها تشينج ناحية الموتور شافت، في نفس القصة لازم اعمل ريفيرنج للمود اوف انيرشيا. اعمل لها ريفيرنج ازاي؟ ان انا هضرب الجي الاصلية بتاعت اللود في اللود سبيد على الموتور سبيد سكور، او اللي هي الريشو بتاعت الكونفرجن سكور. كده انا قدرت اجيب اللود تورك من قبل كده، واجيب الاكسلريشن تورك عن طريق الجي دي اوميجا باي دي تي بعد عملت تحويل الجي للموتور شافت. لازم اضيف في الاخر ان الموتور لود الموتور تورك يكون اكبر من مجموع اللود تورك بلس الاكسلريشن تورك اللي عندي. بالطريقه دي انا قدرت احسب قيمه تورك بتاع الموتور، وعندي سبيد رينج اقدر اعمل موتور سيلكشن. بعد ما عملت سيلكشن للموتور اقدر سيلكت الكونفرتر المناسب للموتور اللي عندي. ده سمري للستبس اللي انا محتاجها علشان اعمل سيلكشن للدرايف والموتور اللي عندي. زي ما قلت ايه هي الانيشال داتا اللي انا محتاجها تبقى الابليكيشن بتاعي، بعد كده بختار النمبر بولز بتاعت الموتور عن طريق السبيد رينج بتاعي، بختار الباور ريتنج تمام، بعد كده بسلكت الكونفرتر عن طريق السبيد رينج احد الفريكونسي رينج اللي انا هشتغل عليها، واخر حاجة بعد ما اخلص الكلام ده بتشيك ان الموتور بتاعي الباور بتاعته بتغطي اللود في كل الرينج بتاعي، والستارتنج كابلت بتاعت السيستم بتاعتي مفيش عندي اوفر هيتنج او اوفر لودنج على السيستم اللي عندي، وهل انا شغال في ريجن 1 ولا لا شغال ريجن 1 ريجن 2 طبقا لطبيعة اللود اللي عندي.